مشاهدينا بدي احييكم عبر الحل عنا ام تي في، وبدي اقول كل الانظار متجهه اليوم الى المجلس النيابي يلي اقر اليوم اجراء الانتخابات النيابيه ب 27 اذار المقبل، ولكن بموضوع الكوتا النسائيه سقطت صفه العجله عن هذا الاقتراح، وبالتالي وكان كتب على المراه اللبنانيه انها تستمر بنضالها للحصول على حقها. معلومه معلومتنا لليوم، بدي أقول أولاً أنه صار في عطل كهرباء بحسب أوجيرو بسنترال البحصاص طرابلس بسبب طبعاً الكهرباء، من هيك تعطل السنترال بالمنطقة، ما بعرف إذا هلأ تصلح ولكن هذا يلي عرفناه. كمان بمعلومتنا لليوم، حملة وزارة الصحة أطلقتها للتوعية لكوفيد 19 ولضرورة الحصول على اللقاحات بالمراكز التابعة للوزارة، وأهل حملة أخذت شعار لا ينفع الندم. منشوف سوا الفيديو. مبروك اخذت الطعم. لك شيء؟ لا خلصنا من زمان وجاي. اللقاح بيحمينا، تعرف تسجل طعم لا ينفع الندم. الحمله الوطنيه للتوعيه حول لقاح كوفيد 19، للمزيد من المعلومات الاتصال على 1214. /14 هو الرقم الرباعي بتصرف كل اللبنانيين بكل ما يخص معلومات بوزارة الصحة، إن كانت تتعلق بالكوفيد 19 أو بأي معلومة بتحبوا تعرفوها. من المسؤول؟ منظمة اليازا بلبنان دائما هي حاضرة للتوعية، طبعا للتوعية دائما بما يتعلق بالسلامة المرورية يلي غايبة إذا بدنا نقول على مساحة الوطن. أولا من ناحية السلامة المرورية شروطها يكون عنا طرقات عليها إنارة، ما عليها جوار مزفتة، إذا مفروض يكون كمان في مونسات، ولكن كلها قلنا من سنتين لليوم المقاولين كلنا بنعرف عم ياخذوا التزامات، لبل وقفوا الالتزامات اللي كانت موجوده بسبب انهيار سعر الصرف، ولانه كمان الدوله اللبنانيه ما بتتعامل الا بالليره اللبنانيه وعلى 1005، واليوم كل المستلزمات صارت بالدولار. هيدا بالنسبه للدوله، اما بالنسبه للمواطن هنيك الكارثه. اذا بده يعمل تامين مفروض يعمله حتى يضمن، خصوصا التوريسك مفروض يعملوا بالعملة الصعبة، وإذا لا سمح الله راح شي قطعة أو انفخت دولاب كمان كله بالعملة الصعبة، وكيف بدنا نشتريها؟ يعني هيدي كلها أمور بتأثر، عدا عن الحوادث يلي عم بتزيد لأنه الناس بالفعل راسها مش معها. معي على الخط مباشرة نائب رئيس منظمة يازا أنطوان الحاج، يعطيك العافية. إيه أهلا فيكي. اليازا دايما حاضرة للتوعية، حاضرة لتدلنا على المخاطر، على النقاط السوداء، ولكن يعني بنكون تقدمنا بمكان نرجع نتراجع بأماكن تانية لأسباب رح نفصلها نحن وياك أستاذ أنطوان، تفضل. ايه مش ربيكا ليكي، نحن هلأ إذا بدك خليني أعقب على المقدمة اللي عملتيها. نعم. إذا بدك نحن عايشين هلأ بكارثة طرقية إذا بدك على المواطن. نعم. وهيدي الكارثة مثل ما قلتي أنت بتتمثل أول شيء بوضع الطرقات بلبنان يلي هو مأساوي، أكان من ناحية الإنارة الليلية يلي هي تعطل قسم كبير من إشارات المرور بمنطقة بيروت ومحيطها بعد انفجار المرفأ، وما عاد الدولة عملت أي مجهود لإصلاحهم، ولو كان شراءهم بالعملة الصعبة المواطن مش مجبر يتحمل مسؤولية مثل هاي. المواطن منه مجبر أو منه مضطر أنه يحط نفسه تحت الخطر على التقاطعات لأنه الدولة بتقلك نحن ما قادرين نصلح. هيدا مش ذنب المواطن، هيدي مسؤولية الدولة، وهي من المفترض تلاقي حل لهالموضوع دون الرجوع للمواطن. هاي صحيح. مش مشكلة المواطن.
مظبوط. هاي بالنسبة للإشارات الضوئية. بالنسبة لمستلزمات المواطن، عم بلش نشوف صور المساحات اللي هي ضرورية هلا مع بدء الشتاء، الدولاب إذا ما كان كمان بوضع جيد بيعمل حادث. مظبوط. عم نشوفه مزبوط. عم نستعرضهم الصور على الشاشة، الفريمات نعم بالضبط بالضبط. أنا حبيت ضوي على هالنقطة هاي لأنه إذا بدك في وجع عند المواطن ما حدا عم يسمعه، يلي هو عند كل الأشخاص اللي عندهم سيارات، يلي بطلوا قادرين يعملوا صيانة لسيارات، بطلوا قادرين يصلحوا سياراتهم، بطل قادر يغير الفريمات. المرأة يلي ما قادرة تغير فريمات سيارتها ومضطرة تودي أولادها على المدرسة كل يوم على بكرة وعشية، وبكرة جاي أيام الشتاء والتزحيط، رب العائلة اللي مضطر يروح على شغله كل يوم بدوليب سيارة مهترئة لأنه صار دوليب السيارة أصغر دوليب وأقل دوليب حقه مليون ليرة يلي هو بيوازي معاش موظف. يا ريت الحد الأدنى 675,000، يا ريت معاش كامل. بالضبط، يعني أنا أخذتها تقديريا. نعم. يعني اليوم إذا بدنا نغير، إذا موظفة، خلينا نقول موظفة بتشتغل تنقول ببيروت ومضطرة تنتقل من تنفترض من كسروان أو حيالة قضاء ومع سيارة صغيرة وبدها تروح على بيروت كل يوم وترجع، إذا دوليبة مهريين أو تعبانين والدنيا عم بتشتي كيف تقدر توصل؟ إذا بدها تغير 4 دوليب لسيارة صغيرة، ما رح قلك سيارات الفخمة الكبيرة، سيارة عادية صغيرة، الدوليب اليوم حقه مليون ليرة على الأقل، يعني 4 ملايين ليرة حق 4 دوليب. وهيدا يعني لازم تشتغل 4 أشهر بدون أكل. وهيدا أستاذ أنطوان ما حكينا بالنقل العام اللي خاص، يعني اللي كان سيارات العمومية أو إن كان البسات الباصات، يعني كمان هيدي قديش كلفتهم اليوم وشو بده، قد ما يندعم السائق العمومي قديش اليوم بده يلحق ليعمل صيانة لسيارته لأنه في مسؤوليته ومسؤولية الركاب. بالضبط مزبوط، لأنه ما عرفنا عملنا نقل حضري منتظم مثل كل دول العالم. لا ما عرفنا ابدا مع الاسف، لانه كانوا ملهيين بغير الامور. هلا ما رح نحكي بامور خارجه عن نطاق موضوع السير، ولكن كنا دائما نقول ونسمع دراسات ونسمع مشاريع ونرحب بالمشاريع ونزقف ونقول يلا فرجت، الظاهر كان كله كلام بكلام. واغلب المشاريع معلش بين مزدوجين كانت هدر وفساد، كانت سمسرات وراحت على جيوب الفاسدين وبقي المواطن إذا بدك بمهب الريح. صحيح، ضحية. يعني هون بما أنه نحن حكينا عن السائقين العموميين، نعم، إذا شي نهار ببعث لك صور عن السائقين العموميين وسياراتهم، نعم، اللي كان بعدة مواقف ببيروت، يعني بتبكي أكيد. السيارات ما بشوفهم على الطرقات، بنشوفهم سيارات مهترئة، دوليب مهترئة، مساحات ما معهم يغيروا. بالمناسبة مثلا إذا بدك تغيري مساحات لسيارتك اليوم يلي كانت نشتريها ب 15 و20 ألف ليرة، صار حق جوز المساحات ب 150 ألف ليرة. يعني وضع قطع الأكسسوار والصيانة وضع لا يقبل، لا يقبل. مش مجبور المواطن هو يحط نفسه بالخطر لأنه عم بحط نفسه بالخطر، يلي ما قدر يغير دوليب سيارته، ما قدر يغير فريمات سيارته. بالمناسبة اليوم أصغر فريم، أقل كل فريم عم تكلف بال 400-500 ألف وما فوق، يعني قد نصف معاش المواطن اللي ما قدر يغير هالقطعة. هو بدائرة الخطر. وانعدام الثقة بالمعاينة الميكانيكية، ومش كل الناس قدرت طلعت على المعاينة. بالضبط. وهلو مجرا اليوم أستاذ أنطوان كيازة لمين بتتوجه عبر الحل عنا؟ إذا بدك للمزبوط ماني قادر أتوجه إلا للمواطن، لأنه الدولة لا حياة لمن تنادي. نعم، شو بدنا نقول لهالمواطن بده يحمل كل وزر هالبلد ومعاناته، مثل ما حملوه كل وزر الوضع الاقتصادي والفساد وثروته وجنى عمره يلي راحت وتبخرت. بتوجه للمواطن وبقول له انه ما عنده حل تكون قطعت هالفتره العصيبه والله فرج علينا،
إلا أنه يسوق بشكل وقائي دفاعي. بس ما في حل تاني. هلأ اللي قادر يغير قطعة كتير ضرورية بسيارته أكيد رح يغيرها. صحيح. أكيد مش ناطرنا نحن نقله. 100%. اللي منه قادر وياما في المواطنين منهم قادرين ومضطرين يمشوا بسياراتهم. بدون قد ما فيهم انتباه. 100%. لأنه القيادة ذوق وأخلاق. وبالنتيجة كمان على المواطن هو يعني يعرف حال سيارته إذا في خطر عليه وعلى الركاب فالأفضل ما أنه يطلع يعني فيها. وإذا بيقدروا وهلأ صار في العديد من المواطنين عم بيصلحوا بالتي هي أحسن. مزبوط مزبوط بالتي هي أحسن. يدبرها. هلأ في شغلة بس بدي أقول. نعم تفضل. سربكة. تفضل. نحن أنا شخصيا كمسؤول باللياقة. نعم. أنا بحمل الدولة مسؤولية كل مواطن بينصاب بأذى أو بيتضرر من جراء عدم قدرته لتغيير قطع سيارته أو من جراء جورة على الطريق ولا خسفة ولا جوان طاير على الجسر هودي ما أكثرهم ومن جراء كمان انعدام الإشارات بالزبط. بكل بساطة أنا بشكرك أستاذ أنطوان ومتابعت اتصالاتكم على 0444444 باخذ اول اتصال لليوم الو 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 اهلا تفضل ايه اهلين تفضل انا بدي بس احكي بشغلتين ضروريه هذه لتحت النظر نعم تفضل اكيد اول شغله بالنسبه لليوم اغلبيه المحطات نعم مسكرة بوابة لأنه ناطرين التسعيرة تبع بكرة وهذا مخالف للقانون ولأنه وردت معلومات ممكن يكون التسعيرة زايدة بقى بيستفيدوا نعم أغلبية المحطات مسكرة نعم بالنسبة للبنزين ما عندهم بنزين يا بيقول لك ما في كهرباء نعم اثنين بالنسبة لسعر قنينة الغاز الدولة نعم. مساعدتها ب 220 عم ببيعوها ب 270 و 280 بيقول لك أنا هذا السعر اللي عندي ونحن طلبنا من حماية المستهلك طلبنا من المواطن يبلغها نعم بدي ألفت النظر ونبه العالم لأنه أنا وقعت بإشكال على طريق دهر البيدر نعم. من بعض الأشخاص اللي بينتحلوا صفة الميكانسيانية نعم. يعني أنا وطالع على منطقة دهر البيدر حملت معي السيارة أرد بشكوا عليك ناس معهم سيارات بيقولوا لك أنه نحن ميكانسيانية فلت لي شغلة عمل لي شغلة بيطلب مبلغ غير طبيعي وبيقول لك ما بتوفي معي وفلت لي نبريج خاصة بالماء بيخرب لك شغلي يعني ونزع لي الفرامات مما سبب انه حرق لي موتور السياره فبلفت النظر حتى على المحطات الموجوده فوق بعد احد المحطات قلت له ركب لي النبريج حط لي ماي وركب النبريج قال لي هذيك اخذوا منك 170 الف انا بدي 50 الف بلفت نظر المواطنين انه هالاشياء اللي عم بتلاقون على الطرقات اذا واحد صار معه عطل بالسياره ما يقبل يصلحوا له سيارته لانه عم يخربوا له سيارته، وانا كلفتني انه راح موتور سيارتي لاني مشيت وفلتيني نبريج المي، حبيت ضوي على الشغلتين ست ربيكا وانا بشكرك من كل قلبي. بالعكس انا بدي اشكرك وبدي نبه مثلك كل المواطنين يكونوا متيقظين، فاصل ومنتابع. تابع الحلقة أنا عبر الـ MTV وباخد اتصال جديد ألو ألو مرحبا أهلا تفضلي مترجعك يا مدام مريبك تساعديني شو طالبة تفضلي شو بدي خبرك أنا عندي ولدين نعم أوكي. كنت عم بشتغل بس وقف شغلي وعيشة مع الماما ماما كبيرة كمان مريضة بتعرفي أنت الوضع صدقيني والله زعتر وزيت عم طعميهم صدقيني مدام وين كنت تشتغلي؟ أنا كنت أشتغل ببيوت وشاطر الدراج يعني وين ما يصير لي مجال روح وهلأ ما فيك تشتغلي وقفتي يعني ما في ولا شو؟ ما حبيبتي مشان الولاد والله وأنا تعبت أنا عالزعلة كترة الزعلة تعبت يعني قديش صار معي سكر يعني صار يطلع سكري لوحده قديش عمر ولادك؟ يعني بالخمسة والسبع خمسة وسبع سنين؟ اي نعم خمس سنين سبع سنين وجوزك وين؟ مطلعين مطلع وما عم ما في عندك نفقة؟ لا ابدا ليه ما في نفقة يعني ما في محكمة ولا كيف؟
ما في، لا ما في محكي، ما في شيء، ما انا يعني بصراحه نزلت له كل شيء، يعني كنت عم بعيش معه بعذاب وبجحيم. نزلتي بس ليش نزلتي عن حق اولادك؟ يعني اكيد هيدي امور مدام، اكيد هيدي امور شخصيه، بس انا اللي بقصده انه يكون في اولاد بدنا نامنهم كمان، ما فينا نترك الولد بدون مدرسه، بدون اكل، بدون حليب، نفقه للاولاد. هذا اللي عم بحكيه بقصده. شفتي شو يعني؟ انا كمان عم بقدر عم وعي كمان دائما انه اذا الام بتتخلى عن حقوقها ما تتخلى عن حقوق اولادها، لانه الولد مش ذنبه. مدام وين ساكنه حضرتك؟ انا مرمرون. مرمرون دورة؟ اي نعم. في شي حدا ساعدك؟ تقدمتي لكاريتاس، لجمعية، لشي ساعدوكم؟ كلهم، كل شي، ما خليت زماني ما تقدمت، ما حدا. يا عمي هالجمعيات بخدمة مين؟ لكن إذا الناس بتدق بابا وهي بحاجة. صدقيني والله، صدقيني والله العظيم. ما كل حال نحن يعني هيداك من وقت ما راح وترك كل شي وراح يعني. وما أنا كنت الحمد لله عم بشتغل، بس صراحة كنت عم بشتغل أنا بطعميهم، والحمد لله مش مقصرة شي معهم ولا مع أمي. أمي مرة كبيرة يعني، بتعرفي بدها أدوية وما عم تقدر تمشي بالبيت، صدقيني أنا عم بعينها والله العظيم. نحن رقمك على الشاشة نعم. صدقيني والله امبارح مش نايمة كل الليل، إجا لعنا وتخانق معنا يعني، كتر خيره الزلمة 7 أشهر. آه مين المالك يعني؟ إجا تخانق معكم لأنه بده الأجار؟ إيه حبيبي، 7 أشهر صار لي 650 بده. 650 ألف أجار بالشهر؟ نعم. كتر خيره يعني، صبر علينا. هذا بوس إيدك، بوس إيدك، بترجاك. نحن حتى والله أنا ما بحب أطلب وما بحب، بس يعني غصب عني، مش بدي أعمل لي غيرك. نحن حطينا رقمك على الشاشة، وبتمنى يكون في حدا هيك يتصل بحضرتك ويساعدك، أقله نأمن الإيجار والمستلزمات الضرورية هلأ للولاد لياكلوا، ولنشوف يعني إذا بيصير مثلا بيأمنوا لك شغل ببيتك أنت وقاعدة تعملي شيء، لأنه أنا بهمني دايما استمرارية العطاء. يعني أكيد في ناس كتير أيادي بيضاء بتساعد بمبلغ ما بيسد لفترة محددة، بس أنا دايما بفكر على المدى الطويل، هذا اللي بفكر فيه دايما، ويلي بتمنى على هالجمعيات يعني دقوا بواب الناس. عم تسمعونا نحن بنعطيكم معلومات، تأكدوا منها، ساعدوا أكثر، لأنه هيدي مهمتكم. مدام أهلا وسهلا فيك، إن شاء الله خير. بعده رقمك على الشاشة حاطينه، أهلا وسهلا. كمان اتصال. ألو تفضل. ألو بونجور دام ربك. بونجور، يعطيك العافية والله يقويك. أهلا فيك، تفضلي تفضلي حبيبتي. انا عندي اعرض وضعي، عندي بنتين. نعم. قاعد بالسياح. نعم. انا كنت اشتغل ومرضت وشغل، هلا ما في، انا الاولاد عم بتنام بلا اكل، ما عم حطهم بالمدرسه، ما قادره، بس اقل شيء طعمي اولادي. انا ما عندي معين، جوزي متوفي. مدام كانوا بالمدرسه وقفتيهم يعني؟ ما قادره، ما قادره. قديش عمره؟ خلينا اعطيهم ساندويتش، فقاعده اجيب لهم بوت، لا قادرة أجيب لهم مردي، ولا قادرة أبدا. يعني حتى بمدرسة رسمية مش قادرة تسجليهم؟ لا 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 لا. قديش عمره؟ ولادي عشية 15. 15 سنة مش بعد ما فاتوا على المدرسة أبدا؟ نعم. أنا عشية بدهم ياكلوا، تبلت مجمع الفول بس بنتفة ملح. نتفة ملح وزيت القلي، لا قدرنا أكلنا. أنا عم بطلب منكم ومن الله، من فعلين هالخير، يلتفتوا فينا. انا موتير بدهم يقطعوا، ما بقى عندي مشكله، ما بقى قادره ادفع اجار، ما عم بدفع. صاحب الملك كثير كان منيح وشايف الوضع ومتحملني، وقال لي بس بلشي بشغل بدي اياهم. انا بهمني الاولاد تاكل، انا مره مريضه. انا مدام كم عندك ولد؟ بدي اتقلب. كم عندك ولد؟ ولدين اعمارهم 15 وقد ايه؟ توم 15 سنة. توم صبيان اثنيناتهم؟ بنتين. بنت بتطلب بدها تاكل، بنت بتطلب بدها مشي، ما عم بقدر اشتري كيلو البطاطا 10,000. يا ناس كنا نتكل على كيس العدس، نتكل على كيلو البطاطا، ما بقى قادرين. هي اذا بدك تجيبي قنين غاز مش قادرة. هلا بس تخلص كتر خير الله، بنقول خلص ما في غاز. يعني وين وصلنا؟ وين وصلونا؟ وين بدنا نصير؟ ما بنعرف. عم نموت على البطيء، ايه بنصدق، عم نموت على البطيء.
اولادي تاكل عشيه ما عليك كثر خير الله فول لا لا حامض ولا ثوم ولا شيء ما قادره كيلو ثوم 40,000 انا ها اولاد كنت اصطفوا اولاد ما بدي اياها تشوح انا عم بتحمل صحون يعني عم بتحمل مجاعه عم بتحمل كثير ايش انا كيلو شنه ما قادره اشتري لبيتي كيلو شنه انا ما بعرف شو بدي اقول لكم هالاولاد لكم وعم تصطفوا باولادكم أنا تعبت واستسلمت مدام ربيكا خلاص لا ليكي لقلك شغلة ما تستسلمي أنه أنت مسؤولة تجاه أولادك والله يقويكي وبعد الرحمة موجودة عند كتير من الناس الحمد لله والبركة موجودة ما بتروح المهم يكون عنا ثقة بس هيك أنه ببعضنا نحن كلبنانيين ونقدر دايما نمد يد المساعدة لبعضنا وبعرف دايما قديش الإنسان بحب يشتغل ويطلع بكرامته مرات بتخونه المرض بخونه الوضع بخونه ولكن أنا أكيد أنه اللبناني بحب يشتغل بتعبه ما بحب يطلب ولكن لما بيضطر هيدا مش عيب لأنه الناس لبعضها بالنتيجة نحن مدام كمان حاطين رقمك على الشاشة إن شاء الله خير إن شاء الله أهلا وسهلا فيك صورة اليوم نشوفها سوا موسنيور توفيق أبو هدير كانت صدمة لألنا غيابك اليوم بنوبة قلبية حادة صدمت كل من عرفك من أهلك لمحبينك للبطريركية المارونية لنحن كإعلاميين وخصوصا هون منتوجه لزميلنا ماجد أبو هدير خيك يلي أكيد هلأ هو طبعا نحن رح نشاركه السرى وكل والرجاء أكيد لأنه بعرف هالبيت إدي مؤمن إدي عطى لبنان واليوم بخسرتك موسنيور الكنيسة خسرت الشبيبة خسرت لأنه كونك كنت رئيس المجلس الرعوي للشبيبة البطريركية وبنعرف قديش إلك بصمات مع الشبيبة اللبنانية بمؤتمرات وبحضور دائم وقديش الشباب كانوا اليوم شايفين بالبرامج اللي تعدها وبالمخيمات أنت لا تهدأ لأن روح الشباب كمان فيك نحن اليوم طبعا كتير حزينين لفقدانك ونفسك بالسماء وطبعا بشد عقيد والله يصبر كل يلي بيعرفك كل يلي حزنان على فراقك وبدي أقول لهم للشباب تمثلوا بالمونسينيور توفيق أبو هدير وبالتالي الله يرحمك والمسيح قام بعطيكم موعد بكرة إلى اللقاء